مانتا وكوي لباتن كنوفمبر مالنتا معلنك سوماليات أنا جو كهلا يا مجايجا كان وزارة دا إيو دمام با شغالها وزارة وفرافين تلاقى كده الحيسكا وهم وهم بليين يا معلمين تسوماليات ملك استويجوجان إن جو وهم بليين يا دبر أذيجا جيسين مدا إيو كرتيدا أي موجين أيان مركا أي فلين أيان هوش با حد له جد بنت وحبر شدة ودن كنا لباتوين بدن أي سوماري أو سببي إن قار كمدة أديجدي بلشدة استعجان لكن معلمينتو وحي مروا الباهايين كوو دبر أديج إيو جيسينما موجينية حالة كستو أدق وتمادنا وحي ديار وهايين إن أي شعب كودة أي حق أديج وحبرشدة كافيان تاس أنا جو وهم بليينا هنا بس المركان أبال وهاينا وحان سيدو كالي آد أسو دوينينا قابك أي مروالبا وغتاغيهين إن أي عرورة سوماليات أي أديق وحبرشو غارسيان مرحالة كستا يميل كستا إيو حالة كستا بهالغو جري تاس وحايكم متاستين إن دولد سوماليا أي سيسو مهمات غارة أديق وحبرشا دا لواننا سيد حكونا ومعلمين وعسو بحر له أي وزارة وحبرشا دا كورنا باغذيني قرانا يسو horeen waxa u jira saddex kun oo horey loo qaatay marka lay ayaan waxaan leeyahay hambaliyo macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogan halkaasna inay ka sii wadaan dadaalkooda ayaan ku boorinaya shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay garab istaag u muujiya macallimiinta waayo mustaqbalka Soomaaliya waxa uu ku xiran yahay waa aqoonta iyo in culuunta kala duwan ay bartaan adeegasna waxay ku heli karaan waa macallimiinta marka dheergelinta macallimiinta waa muhiim qarandiska Soomaaliya dheergelinta macallimiinta waa muhiim Soomaaliya oo barwaaqo leh dheergelinta macallimiinta waa muhiim Soomaaliya nabad ah guuleysta ayaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed marka lay hambaliyo 22 November maalinta macallinka Soomaaliyeed